فالكلام ده كان ممكن نفكر فيه مستقبلا لما الامور عجله الانتاج تدور ويبتدي فيه دخل للدوله، يبقى ممكن نفكر فيه. انما دلوقتي في الوقت الحالي طبعا الدوله بتعاني من الارهاق المالي، فصعب جدا نفكر فيه. طيب خليني اقول لحضرتك سياده الوزير، ممكن يبقى اهم واول اختبار هتمر به الشرطه وهنحس بجد ان الوضع اختلف، وان الـ الشرطه نفسها التعامل في مساله الانتخابات، احنا داخلين على التعديلات الدستوريه والاستفتاء فيها. خليني اسال حضرتك، ايه تعليماتك بالنسبه لضباط الشرطه في اللجان؟ يتعاملوا ازاي مع المواطن؟ تامين اللجان نفسها، و يعني ازاي يتعاملوا في المساحه دي؟ بالنسبه للاستفتاء تعليماتي هتبقى واضحه جدا، وهم كلهم عارفينها دلوقتي. احنا لا شأن لنا بنتيجه الانتخاب، بنتيجه الاستفتاء. نعم. المواطن يدلي برايه بحريه، بايد الاستفتاء او بيعارضه. احنا لن نتدخل، الشرطه لن تكون في داخل اللجان، الشرطه هتؤمن اللجان من الخارج فقط، لا دخل لها بعمليه التصويت. كل مواطن يؤدي صوته حسب رغبته. احنا التوجيه هيبقى حسن معامله المواطن، لا تدخل على الاطلاق في العمليه الانتخابيه. بالمناسبه في النقطه دي يا فندم، برضو معلش في نقطه التصويت، كان في مطالبات برضو ان ضابط الشرطه اولا واخيرا هو مواطن مصري، يبقى ليه الحق في التصويت، ونبقى نحس ان احنا كلنا يعني ايد واحده ولنا مشتركين في نفس المجتمع. عارفين ان من الناحيه القانونيه لا ضابط الجيش ولا ضابط الشرطه ورجل القضاء يعني شويه الموضوع متحسس بالنسبه له، هل في اتجاه لاعاده النظر في الجزئيه دي؟ لا، احنا ضابط الشرطه لابد ان يلتزم بالقانون. احنا عايزين بنقول دلوقتي عايزين دوله القانون، إذا كنا عايزين دولة قانون فلا بد أن نلتزم به. إذا كان بيسمح لنا هندي صوت له، إذا كان ما بيسمح لناش لن نعطي الصوت. إذا كنا بنقول عاوزين دولة القانون، عاوزين الدولة المدنية، عاوزين دولة القانون، فيبقى إذن لابد أن يلتزم ضابط الشرطة والقاضي بالذات، لابد أن يلتزم بالقانون، لن نخالفه. سيادة الوزير، هل بيتم دراسة اقتراحات حقيقية فيما يتعلق بأنه يخرج أو يتم تخريج دفعات مبكرة من أكاديمية الشرطة؟ هل بيتم النظر بالفعل في مسألة أنه احتمال يبقى فيه دفعات قادمة من خريجين كليات الحقوق؟ لا، هو طبعا لسه دي تحت الدراسة، انما بالنسبه لتخريج الدفعه الحاليه في وقت مبكر ده بالفعل هناخد فيها قرار قريب. طب الاخبار بقى عن الاستقالات يا سياده الوزير؟ استقالات ايه؟ يعني سمعنا ان في عدد كبير من الضباط لما تم توجيههم او يعني لازم ترجعوا الشارع فكان التهديد بالاستقاله. لا، ما حدش استقال، ما جاتليش استقالات لغايه دلوقتي. الكلام ده يعني في مبالغات كثيره جدا. مش حد من الضباط خدم استقالات، وانا ما عنديش استقالات هنا لا في شؤون الضباط ولا في الوزاره. لكن في المقابل برضو في يعني شكوى وفي اعتصامات، قد تكون في شكوى قد تكون في اعتصامات محدوده في فعلا، وبنعالجها فعلا بالتفاهم مع الضباط، انما ما فيش استقالات من الضباط. الناس قبلت، الضباط وعناصر الامن قبلت بشكل جيد انها تنزل الشارع يا فندم باستعداد حقيقي؟